وتستمر رباعيات الأهلي محليا إفريقيا عربيا، لكن المرة دي بأقدام علي معلول ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد شريف، وكان حسن محمد أحرز هدف النجمة اللبناني. لما قلت خليك أهلاوي وبكرة أهلاوي وهاشتاج بكرة أهلاوي كنت أعي تماما ما أقول. ليه تبدأ يومك بفيديو الصبح 23 دقيقة ونص ساعة كلها سباب وقذائف وشتيمة في فلان وفلان، وتنتهي بنفس الفيديو مرة تانية، لما ممكن تبدأ يومك بأمل منتظر على كورة محترمة لذيذة، وخصوصا لما تكون رياضة، وتنهي يومك كمان برياضة جميلة بيوم حلو برباعية جميلة. على العموم كلامنا في الموضوع ده تحديدا هيكون يوم الحد. نفرح النهاردة مع نجومنا في استوديو التحليل النهاردة وملعب الأهلي وفوز الأهلي مع النجم اللبناني وصعوده للدور ال 16 مع نجومنا كابتن شريف. ألف مبروك. مبروك يا كابتن. مبروك يا كابتن. مبروك. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. أنت الوحيد اللي بتديني أمل كده. ثلاثة أربعة يعني بحس إن الدنيا عندك. حسب إمكانياتك يا كابتن. هايلة كده. حسب إمكانياتك، حسب أطرافك، حسب أزارو، حسب صلاح محسن، حسب نص ملعب وليد سليمان، حسب اللعيبة الرجالة اللي بتقدر الفانيلا بره وجوه. مبروك يا كابتن حماد. مبروك يا كابتن سيد. مبروك للنادي الاهلي وعلينا جميعا. حاجه ممتعه صراحه. يعني رغم ضعف المنافس ولكن الامور اللي اتخذها بجديه. انت يعني الفريق ما خدكش لطريقه ادائه هو، انت مركز في لعبك انت بطريقتك انت بشغلك انت. حاجه ممتعه النهارده النادي الاهلي بيقدم كوره جميله بتدي صدمه، عارف هو ادى صدمه للتيم. يمكن شفناه من الدقيقة 60 في الشوط الثاني الفريق استسلم تماما مش قادر يجاري النادي الاهلي. الشوط الاول يعني من اول 14 15 دقيقة يعني خلص خلص. لا جينا في وقت يعني ابتدى ايه على استحياء، ولكن الدقيقة 60 الفرقة وقفت تماما مش قادرة بدنيا مش قادرين فنيا مش قادرين. الاهلي اداله صدمة النهارده، بقول صدمة من البداية. في اول ثانية انت بتركب الجيم خلاص، انت ركبته من بدري ما اديتش فرصة للفريق يدخل حتى بكورة من بدايه المباراه والشوط الاولاني كله. انت مسيطر تماما على 90 دقيقه، مسيطر عليها. الهدف جه من كره ثابته في الاخر. النادي الاهلي مضيع كم فرص مش طبيعيه، اجاده لوسط الملعب، اجاده لوليد سليمان صانع اللعب، اجاده للاطراف زي ما انت كنت متنبأ بعلي معلول نجم اللقاء. شفت لا انت فنان كبير. لا علي طبعا النهارده رائع. النهارده النادي الاهلي يعني تكتيك بتتفرج عليه بشكل جيد في خلق المساحات في الاستحواذ لكره النادي الاهلي، اللي هي يعني الاستحواذ من بدايه اللقاء عدم مفيش ميس باص النهارده شفناه في اي كوره، تحركات جيده من كل التيم، التناغم اللي كان موجود قدام في الناحيه الهجوميه من صلاح محسن. اتفضل يا كابتن. من وليد سليمان، من اسلام محارب، من مؤمن، دخول الاهداف. لما تشوف مثلا دخول علي معلول في القلب بيجيب هدف، ده التحركات اللي هي شفناها من الناس اللي قدام. وليد سليمان راجل صانع لعب بشكل جيد جدا النهارده، نجم اللقاء هو علي معلول بالنسبه لي. طيب اخد من كلامك كابتن اسامه، يمكن توقعت المكسب، كلنا كنا متوقعين المكسب، يمكن انا قلت المباراه ممكن تبقى صعبه قوي، لكن احداثها خليتها سهله قوي يا كابتن اسامه. طبعا يعني احنا بنقول النجم اللبناني قبل المباراه بيلبس احمر. النهارده ما لبسش احمر، لبس ابيض، فهو السبب في الهزيمه 4. اللون الابيض بالنسبه للنادي الاهلي يعني تدرس انت جبهات برضو طبعا. يعني هم اللي جابوا نفسهم يعني النتيجه، ونتيجه 4، فكان يلبسوا اللون الاحمر احسن لهم قبل المباراه. النهارده طبعا يعني احنا بنبارك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل الناس اللي موجوده صراحه، يعني اداء ونتيجه. النادي الاهلي مسيطر على 90 دقيقه، ما شفناش اي فرص ظهرت خالص النجم اللبناني غير ممكن يعني شوطه على استحياء او حاجه، لكن النادي الاهلي النهارده يستحق الفوز عن جداره اداء ولعبا ونتيجه. النهارده كارتيرون برضو يعني لازم نشيد بكارتيرون. الراجل النهارده بيتم الدفع برضه بعناصر جديده، بينشط الناحيه الهجوميه. شفنا مؤمن زكريا بيديله الثقه النهارده وبيدخله في التيم من اول لقاء. النهارده بنشوف محمد هاني ما شاء الله مستوى عالي جدا دفاعيا، قافل الحته اللي كانت عند حسن معتوق،
كنا بنقول يعني اخطر اللاعبين المميزين في النجمة قفل الناحيه اليمين وكمان زود الناحيه الهجوميه. كان النهارده مفتاح لعب ما شاء الله هايل، يعني احنا ما شفناش محمد هاني من فتره بالتميز ده دفاعيا وهجوميا. النهارده حتى التغييرات النهارده تغييرات فيها ذكاء برضو. النهارده بنشوف احمد حمدي عنصر بعيد تماما بقاله فتره، النهارده بيديله وبيظهر بشكل ما شاء الله مميز جدا. النهارده احمد حمدي شفنا برضو النهارده محمد شريف، الراجل كنا بنتكلم بنقول ان احنا اول مباراه شفناها في الدوري محمد شريف مباراه الاسماعيلي واحرز هدف. النهارده محمد شريف بينزل الشوط الثاني مع اول لمسه بيحرز هدف. بس صلاح محسن كمان عملها حلو قوي. صلاح محسن ما شاء الله برضو برغم انه النهارده ما حرصش بس برضو عامل يعني عامل مجهود كويس جدا وباين برضو في النواحي الهجوميه ما شاء الله. النهارده كل اللي صراحه فرقه النادي الاهلي يعني لازم نشيد بالناس كلها مش بعنصر واحد. طبعا وليد سليمان ده يعني شخصيه والخبرات ما شاء الله عليه، يعني ليه دور مؤثر جدا في فريق النادي الاهلي. عشان خاطرك انت بس طالما جبت سيره وليد سليمان اطلع يا عم بوليد سليمان. وليد سليمان وشنطه الاجوان وكانه كلمه السر. وليد سليمان، وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. بص الاهلي بشخصيته وخصوصا خارج الديار المصريه، يعني هو بتلعب في تونس، بتلعب في الجزائر، بتلعب في المغرب، بتلعب في لبنان، بتلعب في اي مكان في افريقيا في العرب. زي ما قلت الناس للاهلي لا ينقطع وطريقه الاهلي لا تنقطع وطريقه واسلوب الاهلي وشخصيه الاهلي لا تموت. فانت بتتكلم في فرقه النهارده وانت بتلعب او بتتفرج على اللقاء من اوله على حاجه تحس المباراه الاولى اكنها هي اللي بتتلعب ديت او مباراه نهائيه عاديه جدا. الاهلي بيلعب وسط جمهوره وسط اهله وناسه وده بالفعل مفيش مشكله حتى لو كانت المدرجات تميل للفريق الاخر، لكن الباص، التمريرات، الدقه، التحرك، التمركز، عدم الشخصيه، مفيش تشتيت، يعني التيكي تاكا اللي موجوده. ده يبين من عدد التمريرات يا كابتن شريف. خليني اقول لك عدد تمريرات الاهلي النهارده، عمل 684 تمريره، 684 تمريره في مباراه واحده، منهم هشام محمد لوحده عامل 110 تمريره. ما شاء الله هشام محمد يعني عامل اكتر من سدس التمريرات النهارده، سدس اكتر من السدس هشام محمد. عشان لما نقول ان هشام محمد مستواه مش مساله ان هو موجود بس في التشكيله، لا ده مستواه طالع جدا وعامل الربط والاستحواذ. تيكي تاكا بتاعه الاهلي، شخصيه الاهلي هي اللي موجوده بشكل كبير جدا، اللي بيفرضها على كل الانديه مهما كانت اسمها ومهما كان حجمها ومهما كان بتلعب على ارضها ولا بره ارضها. الاهلي بيفرض سيطرته. حسام عاشور عامل 101، وليد سليمان عامل 57. وليد سليمان بقى ارقامه لعب 66 دقيقه، احرز هدف، عدد التمريرات الصحيحه 50، عدد التمريرات الخاطئه 7 بس، تمريراته الطوليه 7، قطع الكرات 4، فقد الكره مره واحده بس، صنع فرصه لزملائه مره، عاد محاولات على المرمى مرتين، دقه محاولات على المرمى 50%، اقصر لاعب قام بمراوغات ناجحه 5، عرضيات 1، ارتكب خطا 1، حصل على خطا 1. الارقام يا كابتن شريف لما بتيجي تتكرر لا يمكن تكون صدفه. الاهلي بيلعب بره ارضه، الاهلي بيلعب خارج دياره، متعادل هنا. يعني اللي ما عرفناش يسال الترجي، يسال النجم، يسال الصفاقسي، يسال مازيمبي، يسال كل الانديه الافريقيه. ده كلامك مظبوط، يسال اي حد. يسال اسامه حسني كان عايز 6-1 النهارده، كان نفسك في 6-1. انا انتوا عمالين تكسبوا كده ماشي. الاسماعيلي صعد على فكره، كسب بضربات الجزاء 4-2، كان خسران 2-0. حاسس برضه ان انا كان 2-0. انا حاسس ان احنا هنقابل الاسماعيلي 2-2. القرعه على فكره عشان تبقوا عارفين هتبقى 6 اكتوبر، يوم 6 اكتوبر قرعه دوري، قرعه كاس الشيخ زايد للانديه الابطال، هتبقى ان شاء الرحمن
او كاس زايد للانديه الابطال هتبقى ان شاء الله الرحمن يوم 6 اكتوبر دور ال 16 باذن الله. اتفضل يا كابتن. مباراه النهارده تحمل كثير جدا، احنا كلنا اتفقنا مع بعض قبل ما نقعد النادي الاهلي لو لعب اطراف ولو لعب كره ما فيش ميس باص ما فيش حاجه، كل الاستحواذ لو لبنان حاولت نجمه انه يطمع في المباراه ويدينا المساحات هيدينا ارتياحيه في نقل الكره، احنا الاسرع احنا الاحسن احنا لعبتنا على الشكل الفردي والجماعي اقوى بكتير. كل ده لاول مره نقعد في استوديو ونتكلم كل الكلام وكله اتحقق، هي اتحقق في هذه المباراه. هي الاسماء اللي انت قلتها هشام محمد، علي معلول، حتى مؤمن زكريا النهارده كان ليه برده نصيب في التحسن او في الارتقاء شويه، كويس كويس يعني طلع شويه برده عن المستوى اللي قبل كده. صلاح محسن حاول بكتير قوي من اول المباراه لاخر المباراه انه يسد لوحده الهجوم الاهلاوي النهارده ويدي المساحات والعمق الهجومي. كل اللعيبه الحقيقه مهما انت قلت عنهم كلهم هنعمل لهم فيديوهات كلهم الحقيقه. فاكر لما كنا مع بعض قبل ماتش حوريه والراجل حضن هشام محمد، فاكر انت المشهد ده؟ وانا جيت لي وانت بتقول لي هنعمل ايه، قلت لك الراجل حضن هشام هيلعب هشام في رؤيه جهاز فني في لعيبه معاه في الملعب بتتمرن، شايف اداء اللعيبه ازاي، شايف تحركاتها، شايف احتياجات المدير الفني نفسه والجهاز الفني لنوعيه لعيبه معينه تقدر تنفذ له المطلوب. ده ماتش بره مش جوه مصر، تقدر تديله العدد الكم الكبير قوي اللي انت قلت عليه في الباس والاستحواذ ونقل الكوره والدفاع والهجوم ونقل الحركه. النهارده في امتياز الحقيقه للعيبه كلها مش هشام محمد بس، وفي اكتر ما احنا كنا نتصور واكتر ما احنا كنا نطمع. في اهداف كتير قوي، في اهداف يمكن اكتر منها كمان راحت، كان ممكن النهارده يبقى في شكل 8 و9 وذاكره لن تمحى من ذاكره النجمه اللبنانيه مع لقاء النادي الاهلي. في هديه جميله للنادي الاهلي لجماهيره في لبنان الحقيقه، مروح النهارده وهو رافع راسه ورافع الكره المصريه هناك. تعارف بين اللبنانيين والنادي الاهلي اذا كان بيسمع عنه بس، لا شاف وداء وعرف ايه هي الفنانه الحمراء وليه الناس مهووسه بيها كده وليه الناس بتحبها كده. فبشكر اللعيبه كلها الحقيقه على الاداء اللي هو خلى شكلنا مشرف جدا في بلدنا الشقيقه لبنان. عايز اقول لك كابتن حماده، انت لاحظنا الاستاد بدا يبقى مش يعني فاضي في الاخر، الناس بدات تنسحب من المدرجات، يمكن كانوا جايين طبعا حقهم وده طبيعي جدا، فرقتهم بيسندوها، لكن اداء الاهلي وفرض سيطرته خلت الناس حتى في اخر الماتش ما تبقاش موجوده. نفس اللي حصل في الملعب هو اللي حصل في المدرج. الاحباط اللي جه للعيبه في الملعب قربت ده بجد والله، يعني لعيبه في وقت من الاوقات يمكن لو كان معانا هايلايتس هتشوف الاحباط اللي عند اللعيبه والوقفه بتاعتهم، مش قادرين يضغطوا، مش هل لا بدني ولا الاحباط اللي جالهم اتنقل للمدرج. المدرج جه في وقت خلاص بعد نتيجه 3 كله ابتدى يمشي بدري، في الدقيقه مثلا حاجه و60 صحيح ابتدى الجمهور يتحرك. عايز اقول النهارده النجمه اللبناني يعني ما واضح ان المدرب مش متابع حركه النادي الاهلي، حركه الاهلاويه. لا بجد عايز اتكلم على طريقه لعبه النهارده. برضو انت لو بتلعب النادي الاهلي في اي حته وانت عارف قدرات فرقتك اقل بكتير، وانت بتقدر تقيم، انا كمدرب اقدر اقيم فرقتي وقدراتها بشكل كبير. فواضح ان هو ابتدى يفتح الجيم الاول وابتدى يلعب بطريقه معينه، ادى المساحات الكبيره ان الاهلي عايزها، اداله طبق يعني هديه يعني طبق مفضه اللي انا بديني مساحه ما بضغطش عليا، ساب مساحات للنادي الاهلي. في الملعب كان لو في بدايه المباراه في الشوط الاولاني بتلاقي في مساحات كبيره بين الخطوط كلها عند يعني اتنين بيضغطوا والباقي واقف ورا، ففي مساحات نقدر نستحوذ بشكل كويس. فواضح اللي هو ما قدرش قيمه النادي الاهلي في طريقه اللعب، يعني بلعب انا امسك النجمه العب ضد النادي الاهلي لا لازم برضه هقفل زي هنا واقدر اخطف واحده اطلع بالتعادل، يعني لازم مقدر التيم اللي قدامي شكله ايه لاخر وقت، يعني ما قيموش في المباراه الاولى اكيد لازم اكون متابعه زي النادي الاهلي اكيد تابع الفريق دوت في الدوري اخر حاله ليه، يعني اهم حاجه انت تشوف فرقتك في الفرقه في اخر حاله قبل ما لعبها حالتها عامله ازاي، ما قيمش من شهر ولا شهر ونص، يعني زي ما قلت لك احنا قيمناه من شهر امكانيات ضعيفه. النهارده ابتدى في بدايته ابتدى يتحرك ويعمل ضغط بس مش جماعي، حاجات فرديه كلها مفيش ربط عندهم، الاطراف ضعف غير عادي، بس سببه التحركات الجيده بتاعت مؤمن وبتاعت اسلام ما بيدخلوا لجوه من العمق ويفضل معلول وهاني. الكلام اللي قلناه قبل المباراه ان الاطراف ليها دور كبير صحيح في المباراه، هي اللي المساحات اللي هتتخلق فين؟ اللي استغلها علي معلول كويس، اللي مؤمن اتحرك فيها كويس جدا، يمكن مؤمن هو اللي دايما يفضي المكان ده لعلي بيديله مساحه كبيره
الشغل كله في التدريب اللي انت ازاي تخلق مساحه للعب. الفرقه بتعمل زون ديفنس بتقفل لك المساحات، التحركات دي عشان اقدر اخلق مساحه اقدر العب فيها. النهارده ظهرت النهارده بوضوح من اسلام ومن مؤمن بيفضوا مساحات كويسه جدا لهاني وعلي معلول، تحركات اسلام محارب، وليد سليمان ابتدى يتحرك بشكل كويس جدا مع ان كان عليه ضغط في بدايه المباراه، ولكن هو كان قوي جدا في التحاماته في تمريراته، تمريرات يعني يمكن هو اقل من هشام محمد وحسام عاشور في التمريرات، ولكن تمريرات وليد التمرير المؤثر اللي بيعمل انفراد، التمرير البين اللي هو في العمق قدام، المساحات دي كلها. النادي الاهلي خد المباراه بجديه، يعني انت كسبان 2 شوط الاولاني خلاص انت قضيت على المباراه، بتنزل في الدقيقه 60 حاجه و60 بتجيب الهدف الثالث، برضو انت لاخر وقت الالتزام موجود، الجديه موجوده، يعني كان ممكن بقى يعني وبتسيطر، وكل ما تسيطر يطلعوا لك في مساحه تلاقي انفراد ليك. فده فكر عالي طبعا من لعيبه عندها خبرات واخدين الامور بجديه، ده اللي عاجبني قوي في المباراه. يعني ممكن ابقى انا كسب خلاص اموت اللعبه واقعد بقى عندي ورا انقل، لكن انا بنقل عشان اعمل الاقي الثغره اشتغل فيها. ده النهارده كان موجود النهارده الثغره اللي تواجد للشريف، العمق الحمدي لوليد ازار لما نزل ابتدى يشتغل، التحركات الاماميه بين الثلاثه اللي قدام كانت رائعه النهارده، قرب الخطوط عندنا اثنين المساكين ايمن اشرف وكلوبالي برضو بيقوم بدور البناء بشكل كويس جدا. يعني ايمن اشرف يمكن في الشوط الاول لقيته في ال 18 بتاعه الخصم، هي الكره كانت محتاجه اللي هو يتقدم، يبقى هو مساحه اتخلقت له اتقدم فيها، وفي تغطيه من حسام عاشور. فده التزام، التزام بتعمله مع فريق يمكن اقل فنيا، انت يعني استحوذت بشكل كبير جدا على المباراه من اولها، يعني انت سايق المباراه من اولها لاخرها، انت سايق المباراه زي ما انت عايز تعمل كل حاجه. انت فرض الشخصيه خالص من اولها. خلاص خلاص. طيب كابتن اسامه، يعني الاهلي بمكسبه النهارده طبعا يعني صعد خلاص الحمد لله رب العالمين، لكن في مكاسب ثانيه. يعني في مكاسب ان انت النهارده بتلعب محمد هاني بعد فتره، خلي بالك محمد هاني ما لعبش من فتره طويله جدا. مستواه 10 على 10، في مكاسب في عوده مؤمن زكريا للحاله اللي احنا عارفينها ومتاكدين منها. في المكاسب الثانيه صلاح سليمان، صلاح محسن بياخد من الاول بشكل كويس قوي. انت كده جاوبت. انت سالت وجاوبت كده. في مكاسب ثانيه، في مكاسب. لا انا عندك، لو عندك سالني انا، سالني عليهم قبل البتاع، قلت له محمد هاني محمد نجيب. عايز اقول لك كمل انت وحسن سامعني. انا هقول لك حاجه، محمد هاني محمد نجيب انا بص صبري رحيل. بص يا كابتن سعيد، النهارده شايف انا اهم مكسب طبعا بعد النتيجه والاداء النهارده، اهم مكسب شريف. ان خروج اللعيبه كلها سليمه النهارده. الحمد لله، الحمد لله ما عندكش اصابات، ملعب تقيل ومش عندك حلو. مباراه بعد 4 ايام مهمه جدا قبل نهائي افريقيا مع وفاق صيف، فرقه قويه جدا. فالنهارده كل اللعيبه الحمد لله انت ادارت المباراه بشكل كويس، خرج اللعيبه كلها سليمه. وليد سليمان بدا وخرجته في وقت مناسب، صلاح محسن ان شاء الله تستعين بيه برده المباراه الجايه برده خرج في وقت مناسب. الثالث المهم جدا برده عندنا حسام عاشور، عنصر مهم جدا برضه تم استبداله النهارده، وقدرت تاخد من المباراه اللي انت عايزه. طبعا النهارده برضه وليد ازارو خد له جزء بسيط برضه يقدر يأهله عشان يكون موجود. هو طبعا كنت اتمنى، بس طبعا انت محكوم بثلاث تغييرات، علي معلول وسليف، بس انت محكوم بثلاث تغييرات طبعا. عايز تريحه. تريحه. ما يعني هتنزل برضه واحد انت عايز تريحه. احمد فتحي. هدي المباراه اللي انت كان نفسك تلعب بره. فيها 3 4 3 النهارده محمد هاني يعني كده كده هتبقى النهارده كان اسامه نفسه يلعب ب 3 4 3، دي كانت انسب يوم ان هو يقدر يحقق فيه. بس بيحب 3 4 3 بس ده المكسب صراحه المباراه طبعا بعد النتيجه والاداء النهارده، ان خروج اللعيبه كلها سليمه. طبعا النهارده دخول احمد حمدي، واحمد حمدي من اللعيبه المميزه جدا، هو لسه صغير. استاذنك يا كابتن اسامه، معايا تليفون مهم جدا معايا سياده السفير نذير النجاري، يعني سافرنا هناك في لبنان. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازاي حضرتك؟ معاك سيد عبد الحفيظ وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. اهلا وسهلا بالكباتن. اهلا بيك يا فندم. سياده السفير، بشكر سيادتك طبعا على استقبالك للبعثه وكل شيء من صعوبات او اي حاجه قابلت البعثه هناك، فبشكر سيادتك في الاول على كده يا فندم. الله يخليك، ده واجبنا وده سعاده كبيره لما نقوم بده عشان النادي الاهلي. طيب قول لي يا فندم، يمكن اللقاء يعني مبروك ليك اولا ومبروك لينا. يعني طبعا احنا عايزين نقول الف مبروك للنادي الاهلي. اتفضل يا فندم. يعني اداء مشرف جدا ومستوى واضح انه مميز للغايه، يعني وتناغم كبير بين اللعيبه، والواحد كان مستمتع الحقيقه بمشاهده المباراه.
ونقول مبروك يعني اداء كويس، ونشكر كمان الجانب اللبناني والنادي النجمه اللبناني على يعني حسن الاستقبال وعلى ان الامور مشت بشكل جيد، والبعثه يعني موجوده معانا وكلهم يعني مبسوطين ومرتاحين، وان شاء الله كده دايما الاهلي في كل تقدم. طيب احنا علاقتنا بالجانب اللبناني طول عمرها كويسه جدا، لكن قول لي طبعهم، هل هم من الناس مثلا يعني احنا مثلا يعني كلنا اخوات وحبايب بالطبع، لكن دايما في الملعب بيبقى فيه بعض المناوشات، يمكن شمال افريقيا شويه اثناء اثناء المنافسه بيبقى الامر صعب شويه، هل الجانب اللبناني من نفس الاطار اثناء المنافسه في الملعب بيبقى عندهم انطباعات وحماس ممكن يفوق لحد او يبقى زياده شويه، ولا الناس واخد الموضوع عادي جدا؟ يعني ما فيش حاجة زادت عن الحد المتعارف عليه اطلاقا، يعني طبعا في حماس ناس يعني جايين يشجعوا النادي بتاعهم، لكن ما فيش يعني حاجة تتجاوز الحدود المعروفة، وبالعكس يعني في ناس كتير النادي الاهلي هنا معروف، وفي لبنانيين كتير اهلاوية يعني بيشجعوا الاهلي، لان النادي الاهلي طبعا ما هوش نادي يعني محلي مصري، ده نادي معروف عربيا وعالميا، وبالتالي لا حتى جزء كبير من الجمهور كان مهتم بينا وفي تعاطف، يعني كعرب في النهايه يعني في شعور بالقرب، يعني ما فيش هذا التوتر يعني اطلاقا. وبتيجي الماتشات اللي زي كده بتقرب اكتر واكتر، يمكن المباريات وكره القدم تحديدا هي دعم يعني لطيف ظريف جدا جدا من خلال المباريات. طب من خلال حضرتك النهارده وتواجدك في الاستاد، ويمكن قبل المباراه كل واحد طبعا ده حق مشروع، كل واحد احنا عايزين الاهلي يكسب، حضرتك طبعا بالتاكيد عايز الاهلي يكسب، الجانب اللبناني بيبقى بالتاكيد عايز النجمه تكسب، ده وضع طبيعي يعني، لكن اثناء مشاهدتكم للقاء وانتم موجودين في الاستاد كان في كومنت مثلا ظريف لطيف كده بعد ما بدات النتيجه تبقى 4، ولا الدنيا ماشيه ازاي يا سياده السفير؟ يعني الناس الحقيقه كانوا بداوا يهنوا حتى بعد الجون الثاني والثالث، يعني بعض الناس قعدوا يقولوا لنا مبروك واداء مشرف يعني من الجماهير اللي كانت قاعده حوالينا، احنا كنا قاعدين في المقصوره وكان في بعض الجماهير حوالينا في الدرجه الاولى، يعني كان كتير منهم بيهنينا بروح رياضيه، وطبعا في بعض الشباب اللي بيبقى يعني مشجعين الكوره الشداد يعني بيبقوا يمكن يعني شادين ورا الفريق بتاعهم، بس ده شيء طبيعي يعني. ده وضع طبيعي. كتير من اللبنانيين حقيقه هنونا يعني بقلب يعني بعد الجون الثاني والثالث وبعد انتهاء المباراه. ودي الروح اللي موجوده بيننا وبين اللبنانيين، يعني احنا قريبين جدا من بعض يعني الشعب المصري والشعب اللبناني. ده حقيقي، انا كنت موجود في لبنان في 98، سنه 98 كان نهائي كاس الامم الافريقيه ما بين مصر وبوركينا فاسو، انا عايز اقول لك ان شوارع لبنان والله بلا مبالغه شوارع لبنان كلها كانت خارجه بعربياتها بيشجعوا منتخب مصر وهو بيقابل جنوب افريقيا، ده حقيقي في ربط وعلاقه قويه جدا ما بيننا وما بينهم. والروح دي ما زالت مستمره، يعني المساله دي ما يعني قائمه حتى اليوم يعني. سيادة السفير نزيه النجاري شكرا جزيلا لحضرتك، سفيرنا في لبنان شكرا جزيلا يا فندم. ألف شكر وألف مبروك تاني للنادي الأهلي. ألف ألف مبروك يا فندم. الله يكرمك. كابتن شريف عايز أقول لك علي معلول صاحب الهدف رقم 100 النهارده عربيا، احنا كنا قايلين 99، أول واحد كان كابتن طارق خليل، أول واحد في النادي الأهلي جاب في البطولات العربية كان كابتن طارق خليل، علي معلول النهارده جايب الهدف رقم 100، الأهلي بسيطرته بقى بكل حاجة النهارده زي ما أشدنا وقلنا، لكن في النهاية يعني الاهلي استفاد من كل الاتجاهات فنيا على المستوى الهدف كمان اللي هو عايزه، كارتيرون عايزين نديله حقه برضه الراجل ده كابتن شريف، يعني كارتيرون في الفتره اللي فاتت دي كلها يعني دي المباراه رقم 13 بالنسبه له، لم يهزم في اي لقاء بل بالعكس كل اللقاءات مأديها بشكل كويس جدا رغم الصعوبات والاصابات والغيابات، ما بيشتكيش بيتعامل بمنتهى الجديه. اسمع بس كلامك عن كارتيرون بعد ما اسمع كابتن محمد يوسف على التليفون. كابتن محمد ولا اللقاء معاه؟ يا كابتن يوسف ابو السيد حبيبي مبروك كابتن يوسف، تحياتي ليك انا وكابتن مبروك. شريف وكابتن حماده وكابتن اسامه حسني مبروك مبروك يا جو حبيبي مبروك ابو السيد وبمثي وسلم طبعا وبارك للكابتن شريف وكابتن حماده واسامه وكلكم مبروك عليكم، انتوا جزء لا يتجزا يعني من المنظومه يعني. اسمع انطباعك عن اللقاء يا كابتن يوسف وبعدين ابدا في اسئلتي. انطباعنا الحمد لله يعني احنا انت عارف السيد طبعا الظروف اللي بتحيط بينا الاحداث الكتيره اللي بتحيط بينا كل مباراه مهمه لينا، واحنا كان هدفنا ان احنا نصعد للدور الثاني، يمكن مباراه النجمه الاولى النتيجه بتاعتها 0-0 في ملعبنا كان ليها ظروف مختلفه تماما عن المره دي. احنا لعبنا بتيم كان ليه ظروفه عشان كان عندنا مباراه الترجي بعدها
72 ساعه، فطبعا لعبنا التيم في المباراه الاولى في اسكندريه بشكل، لكن النهارده لعبنا تقريبا ب 80% او 90% من التيم، يمكن بس ازار وفتحي وحمودي كانوا مريحين. لكن اللي انا عايز اقوله ان الحمد لله يعني احنا ركزنا كويس قوي وكنا فاصلين نفسنا خالص عن الاحداث، وفي نفس الوقت يعني التجهيز النفسي وتجهيز اللعيبه بشكل كويس جدا قبل المباراه. كنت بتكلم معاهم ان احنا يعني كل بطوله بنلعبها وكل مباراه بنلعبها مهمه جدا ثلاث بطولات، والحمد لله ان هم كانوا النهارده عند مستوى المسؤوليه مركزين بشكل قوي، وده باين في الاداء الحمد لله. طب الحمد لله رب العالمين. طبعا مباراه النجم اللبناني الف مبروك مره ثانيه، الصعود والوصول لدور 16 في كاس زايد للانديه الابطال. لكن خلينا نتكلم في بكره كمان، انت عندك وفاق الصيف، التحضير هيبقى عامل ازاي؟ هل انتوا مثلا راجعين بكره وبعد كده هيبقى اجازه؟ التحضير للمباراه هيبقى عامل ازاي كابتن يوسف؟ على طول على طول النهارده هنبدا ريكفري، وكويس ان انت اثرت الموضوع ده، لان احنا يعني بنفصل على طول بسرعه من بين البطوله العربيه وافريقيا. تجهيزاتنا على طول من بكره ان شاء الله، هنوصل الساعه 6 الصبح او 6 ونص الصبح ان شاء الله. اللعيبه هتاخد بقيه اليوم، وهنشتغل يوم السبت على طول، ويوم الاحد ان شاء الله هنخش معسكر عشان نستعد بتركيز كبير جدا لمباراه الصيف. وبالمناسبه وانا معاك طبعا بنتهز الفرصه ان انا دايما يعني بقول ان احنا ان شاء الله المصابين كمان يرجعوا لنا، يمكن الجهاز الطبي بيبذل مجهود كبير جدا، وعندنا سعد سمير وعندنا مروان محسن وعندنا عمرو السوليه وعندنا كمان ميدو جابر، كل العناصر دي جونيور جونيور ممكن تقعد شويه، لكن الرباعي ان شاء الله ان شاء الله يلحق يخش معانا على اساس ان احنا يعني يبقى عندنا اختيارات ومستكفتنا عنده اختيارات. طيب جونيور اعتقد ان هو كده ولا كده ما ينفعش يخش غير في يناير مظبوط؟ لا لا ان شاء الله قبل يناير، هو رسميا ما يخش غير في يناير طبعا عشان أنا يرجع من الاصابه قبل يناير، لكن رسميا ما ينزلش يعني رسميا ما ينزلش ملعب غير في يناير. ان شاء الله البرنامج اللي محطوط له ان شاء الله البرنامج اللي محطوط له ان هو يبدا يعني يتمرن من نوفمبر، بحيث نوفمبر يعني نص نوفمبر وديسمبر يبدا انت بتتكلم طبيا ان شاء الله الرحمن يبقى قبل يناير، لكن رسميا يخش في يناير ان شاء الله. طيب ان من واحد يبدا يخش معاك، رامي ربيعه كذلك نفس البرنامج برضه، بس رامي ساب والحمد لله نزل مع الفرقه، ونتمنى ان شاء الله برضه يتم تجهيزه بشكل قوي واستعادته من الاصابه ان شاء الله. خليني اقول لك، في يعني علي معلول طول السنه اللي فاتت واللي قبلها عنصر مؤثر جدا جدا في الفريق، لكن السنه دي كمان ارقامه بقت عاليه قوي. يعني علي معلول يا كابتن يوسف هو صاحب الهدف رقم 100 عربيا النهارده، الهدف الاولاني، لكن لما تيجي تبص على علي معلول مثلا عامل 61 عرضيه في دوري الابطال بس يا كابتن يوسف، 61 عرضيه، اكتر لاعب في دوري الابطال كلهم في كل الفرق عامل عرضيات، منها 5 اهداف يعني من العرضيات بتاعته 5 اهداف و18 فرصه يعني حقيقيه. فعلي معلول في تطور شديد جدا 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 في المستوى يا كابتن يوسف. هو علي طبعا من اللعيبه المميزين، وحتى من الموسم الماضي وانضمام علي كان من نادي الصفاقس التونسي، ويمكن انت حضرتك معانا كنت في 2014 لو تفتكر لعب قصادنا في سوبر اللي كسبناه 3-2، فعلي من مفاتيح لعب النادي الصفاقسي، وايضا من لما انضم النادي الاهلي اكيد طبعا زاد، واكيد حصل يعني نضوج اكتر في المستوى. السنه دي مستر كارتيرون عامل معاه كيمياء كويسه جدا، وفي نفس الوقت اللعيب لما بتشتغل معاه بشكل فردي بيقدر ان هو يطلع حاجات جواه ممكن ما كانتش تطلع قبل كده. لكن انا بقول ان هو مركز قوي وعنده اصرار وعنده تصميم ان هو يعمل موسم كويس. في نفس الوقت كمان يعني بتتكلم على باك ليفت منتخب تونس، يعني لاعب دولي وكاس عالم، وفي نفس الوقت بيلعب في النادي الاهلي من اكبر انديه افريقيا، فطبعا يعني طبيعي ان انت هتلاقي عنده احصائيات وهتلاقي عنده ارقام ممكن بشكل كبير يعني. طيب سؤالين اخرى كابتن يوسف، يعني ناصر ماهر ممكن يكون موجود في مباراه وفاء الصيف ولا الامر لسه ممتد؟ مين ناصر ماهر؟ ناصر ماهر هل ممكن نشوفه في وفاء الصيف في مباراه وفاء الصيف مثلا؟ هو كان مش موجود المباراه اللي فاتت لا حريه ولا النهارده، ممكن نشوفه في مباراه وفاء الصيف اللي جايه؟
لا طبعا هو وارد، وارد انه يبقى موجود ده طبقا لمستر كابترون، لان العقوبه اللي اتخذت كانت عند بس مباراه حريه كوناكري. يبقى الامر فني بقى، يبقى الامر اللي جاي فني بس. لكن مباراة اللي احنا فيها سواء النجم اللبناني او المباراه القادمه دي حاجه ترجع لمستر كابترون والاحتياجات الفنيه وكل الحسابات الفنيه. طيب مؤمن زكريا، يعني حابب تقول حاجه من خلالنا كابتن يوسف؟ مكسب من المكاسب النهارده، يعني انت بجانب ان انت بتكسب 3 نقاط وبتتاهل لدور ال 16 في بطوله ابطال العرب، وفي نفس الوقت كمان تكسب مكسب خارج ملعبك، لكن المكسب برضه شريف. مؤمن زكريا احمد حمدي النهارده بتشوفه بيرجع بياخد جزء، يعني انت محتاج ان انت تجهز الناس كلها وتقرب الناس كلها عشان هتحتاجه. دي النقطة. هاني النهارده كان الفتحي شغال الفترة اللي فاتت، النهارده هاني بيشتغل من بداية اللي خدت 90 دقيقة. فمؤمن مكسب من المكاسب النهارده. مؤمن كان في كلام الفترة اللي فاتت وبعد عن مستوى وي، النهارده ربنا كرمه بجون وكان ممكن يحرز الجون الثاني الشوط الثاني برضه في الكورة اللي حصل فيها عدم توفيق، لكن في النهاية من مكاسب المباراة غير التأهل ان انت بتكسب واحد زي مؤمن، واحد زي شريف، واحد زي صلاح مصر النهارده بدأ، هاني، أحمد حمدي، كل المكاسب دي. استمرار وليد سليمان واحرازه هدف جميل النهارده برضه، عاشور وهشام الانسجام زاد بتاعهم، فكل الحاجات دي مهمه جدا. طيب يعني انت ذكرت في الاول ان عمرو السليم ممكن يعني يكون موجود في الفتره اللي جايه وشارك النهارده في تدريبات الناس اللي ما سافرتش. اخر سؤال كابتن يوسف، هل بتحب ان انت تكمل في استاد السلام ولا عايز استاد اوسع شويه، مثلا استاد القاهره على سبيل المثال، وخصوصا وانت بتقابل وفاء الصيف؟ يمكن وفاء الصيف طريقه اللعب الطاووسي اللي هو الحكم او المدير الفني لفرقه رشيد الطاووسي لفرقه وفاء الصيف من الناس اللي هي بتكتل دفاعيا جدا، فالمساحات الضيقه او الملاعب الضيقه ممكن تخدمه في طريقه لعبه. والله كابتن سيد، المتاح حاليا استاد السلام، واحنا لعبنا عليه المباراه اللي فاتت بتاعت حريه كوناكري، وعايز اقول ان ما عندناش اختيار ثاني عشان جمهورك يبقى موجود ويبقى فيه كثافه يعني او فيه تشجيع كبير يعني. لكن انا عايز اقوله ان طبعا اذا استاد القاهره جاهز، هو الملعب الرسمي بتاع النادي الاهلي او الملعب المفضل للنادي الاهلي في وجود جمهور وفي وجود المساحات الكبيره، بس اللي انا عايز اقوله برضو ان استاد السلام كمساحه يعني كمساحه مش صغير، يعني ما يفرقش عن برج العرب حاجه، عايز اقول لك متر يمكن ولا حاجه. احنا قسنا الموضوع ده وعملناه بشكل رسمي يعني، فطلع ان نفس المساحه بتاعت الملعب، انا بتكلم على تحت الملعب كملعب يعني. اوكي. على العموم اتفضل. حاليا المتاح احنا لازم بتتحرك برضو في نطاق ظروف، مش كل حاجه في ايدك يعني. موضوع طبقا للامن وطبقا لاختيارات يعني، عوامل كتيره بتتحكم في اختيارك يعني. بالتوفيق يا كابتن يوسف، ايا كان استاد السلام، استاد القاهره، استاد برج العرب، ان شاء الرحمن الاهلي بيأديه ويحقق نتيجه كويسه في اللقاء الاول مع وفاء الصيف. شكرا جزيلا، ترجعوا بالسلامه. انتوا راجعين بكره يا كابتن يوسف؟ الفجر 6 الفجر ان شاء الله. بالسلامه يا ابو الكباتن، بالسلامه. طيب اطير برضو لبنان على طول، وكريم احمد معاه استاذ محمد الجرحي، يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه. بجد التحيه ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، بنبارك للنادي الاهلي طبعا فوز هام ومماس في البطوله العربيه، طبعا كاس زايد للانديه الابطال. الامور يمكن الحمد لله باذن الله كانت مهيئه للنادي الاهلي بالفوز الكبير ده. بينضم لي سريعا المهندس محمد الجرحي رئيس البعثه وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. الف مبروك طبعا يا محمد بيه في البدايه، ومجهود كبير بالنسبه للنادي الاهلي. لكن قبل ما ابدا معاك حابب اتكلم على السفير، معالي السفير طبعا نزيه النجاري، وكان دعوه عشاء مميزه جدا وتسليم دروع وعلاقه طيبه جدا، حابب تقول في البدايه لمعالي السفير وبتشوف الامر ده ازاي يا محمد بيه؟ بداية تحياتي للكابتن سيد. يمكن امبارح كنا في لقاء مع معالي السفير، يعني معالي السفير غمرنا باهتمامه، وامبارح كان في دعوه للعشاء عنده في البيت، والتقينا باسعد بيه رئيس نادي النجم اللبناني. يمكن احنا قدمنا درع النادي الاهلي للسياده السفير وللسيد اسعد رئيس نادي النجمه، وكان في طبعا يعني مناوشات بيننا على الماتش وهزار، بس كانت القعده لطيفه يعني الحمد لله. ويعني مش كمان سياده السفير بس، طاقم السفاره بالكامل كان متعاون جدا من اول وصول البعثه لحد دلوقتي ولحد ان شاء الله المغادره. يمكن عايزين نوضح الامر الخاص، طبعا يمكن كان في ناس كتير وفي فيديوهات نزلت ان كان في حصل قلق عند فندق الاقامه، ويمكن انت كمان مشكوره طبعا محمد بيه تواصلت مع السفير وطلبت تكثيف امني كبير جدا، وده اللي احنا شفناه. الامر ده يعني انعكس علينا ازاي وشفت الامر ده ازاي؟ يمكن امبارح الساعة 1:15 كده مجموعة من المشجعين جم عند الفندق الإقامة وبدأ يعني ضرب صواريخ وموتوسيكلات وكده وهتافات،
بس يعني طبيعي يعني بتحصل. النادي الاهلي النادي الاهلي متعود بيحصل كده من فرق بيقابلها، بس عادي يعني طبيعي يعني ما ينفعش تعمم. وخصوصا انت انا كلمت اسعد بيه وبدا ياخد اجراءات، وكلمت معالي السفير وكلمه نائب وزير الداخليه، ويعني انت شفت احنا الموكب، احنا جايين في موكب امني رهيب جدا. حتى احنا كنا حاسين ان هو مبالغ فيه، مدرعات وعربيات شرطه، كنا مش من جيش شرطه وكل حاجه، فكنا احنا حاسين يعني موكب ضخم جدا. يعني في الاخر خالص الاحداث دي احنا كنادي الاهلي مش بنقف عندها. يعني شوف الجيم ازاي بقى، والفوز الكبير والروح الكبيره بتاعت لعيبه النادي الاهلي، تلاحم المباريات من البطوله الافريقيه للبطوله العربيه، بنشوف اداء النادي الاهلي ازاي يا محمد بيه. بس هو النادي الاهلي طول عمره وقت مشارك في بطوله بيبقى عينه على منصه التتويج، عينه ان هو يرفع كاس البطوله. فيعني طبعا مجهود اللعيبه النهارده والجهاز الفني النهارده، رغم ان النهارده انت عندك ماتش، وكان عندك ماتش من كام يوم، وعندك ماتش يوم الثلاث اللي جاي مع وفاق سطيف، فانت النهارده اللاعب بيجتهد والمدرب بيفضل يعني يخرج اللعيبه الاساسيه في الاخر. هو النهارده يعني احنا ما ندخلش في الجزء الفني، بس النهارده الحمد لله نتيجه كويسه، ومبروك لجماهير النادي الاهلي. ومجهود اللعيبه يعني كان واضح جدا في الملعب، واجتهادهم كان واضح جدا في الملعب. انا مش بطولش عليك، اخد منك رساله لكل لاعبتنا والجهاز الفني قبل المباراه الهامه، مباراه وفاق سطيف البطوله العربيه حلم، البطوله الافريقيه حلم طبعا لكل جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره. ممكن تقولي لكل اللعيبه والجهاز الفني مثلا؟ يعني احنا دايما في النادي الاهلي عيننا مش كمان على البطوله الافريقيه، احنا عيننا على كاس العالم للانديه. فاحنا طبعا احنا بقالنا غايبين عن المشاركه في كاس العالم للانديه بقالنا 4 سنين. احنا يعني البطوله بتالي الدنيا افضل اسهل، ممكن يعني خلاص احنا على بعد خطوه، اللعيبه مدركه ده تماما وهم على قدر المسؤوليه. الماتش اللي فات كان ادائهم ممتاز جدا، واحنا ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله بنلعب للفوز وبنجتهد وبنعمل كل اللي علينا، وفي الاخر التوفيق بتاع ربنا. اشكرك، شكرا، مبروك. كل الشكر والتقدير للمهندس محمد الجرحي رئيس بعثه النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره. زي ما بنقول كان في مجهود كبير بذل هنا من رئيس البعثه، وايضا كمان السفير النزيه النجاري، كان في تامين على اعلى مستوى. يمكن امس طبعا زي ما محمد بيه قال بعض الجماهير جت هتافات مسيئه للنادي الاهلي ورموز النادي الاهلي وللاعبين، لكن كل ده طبعا متعودين عليه لعيبه النادي الاهلي، لعيبه كبار بتشارك في بطولات عديده جدا. بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. لسه بقى البطوله الافريقيه ده هدفنا ان شاء الله يا كابتن سيد، بنتمنى ان شاء الله مباراه وفاق سطيف الاولى تكون من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن سيد وكل المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. في خلال لحظات ان شاء الله يكون معنا مستر باترس وايضا كمان لعيبه النادي الاهلي، نشارككم الفرحه بعد الفوز الكبير على فريق النجمه اللبناني. عوده ليك يا كابتن سعيد عبد الحفيظ. شكرا زميلي كريم احمد، كان بلقائه مع الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، وكان كلامنا كمان مع كابتن محمد يوسف. كابتن شريف كنت بكلمك على كارتيرون. والله كارتيرون ده استلم المهمه بضغط نفسي وجماهيري كبير جدا عليه في مهمه صعبه جدا. بتسوانا بره فبيلعب في افريقيا، مطلوب منه انه يفوز خارج الملعب عشان يعود ب3 نقاط، كان عنده نقطه واحده بس فيبقى عنده 4 نقاط. المهم مش هحكي لك الهيستوري اللي الناس كلها عارفاه في ظل وجود كارديرون عمل ايه. وصل النهارده انه بيلعب سيمي فاينل افريقيا. النهارده كل الماتشات اللي بيلعبها اذا كان في البطوله العربيه بيحقق تعادل رغم كل الاصابات اللي بيتعرض فيها. بيبث روح غريبة جدا في اللاعبين المتاحة ليه، من إصابات من غيابات من كل اللي بيتعرض له. عنده روح حلو قوي، عنده طريقة تعامل مع اللعيبة بيخليهم ينزلوا الملعب فيه هدوء وفيه روح ضغط في الملعب. أعتقد إن هو اللعيبة حبته، حتى احنا شفنا زي ما اديتك أنا استشهدت بمشهد هشام محمد وهو بياخد العقاب وبياخد الامتياز والاستحسان من اللعيبه زي ما انت سالت عن ناصر ماهر دلوقتي. عنده مش الشده بس، لا هو اتعامل مع اللعيبه وفهمهم بسرعه، ودي اصعب حاجه على المدرب ان انت تفهم امكانيات اللعيبه اللي عندك وانك انت تعمل العلاقه الطيبه بينك وبينهم. فمهما كلمتك عن كارديرون يمكن في حاجات خارج الملعب هي اللي مدياله امتيازات الحقيقه لوجوده لحد دلوقتي بهذه النتائج وبهذا الشكل. واحنا بنرفع له القبعه كلها، مفيش اي حد في العالم كابتن حماده قاعد ومدرب وعارف القصه دي انه يتوافر وتكاتف الدنيا كلها عليه في ظل كل اللي بيحصل لنا احنا في النادي الاهلي دلوقتي. وانت اللي بترفع راسنا على طول، انت ولاعيبتك، انت اللي بتوقفنا على رجلينا، انت اللي بترد ابلغ رد على اي حد بادائك في الملعب. فكل التحيه للراجل ده والجهاز الفني بتاعه الحقيقه، لانه مستلمه في مهمه صعبه، استلموا في وقت مش ان انتوا سبتوا تركه مش كويسه، لا سايبين تركه كويسه، سايبين لعيبه كويسه، انما هو
قادر يتفاهم على في ظل الموجود تحت ايده، وده مش سهل خصوصا على نادي كبير زي النادي الاهلي، مطالب منه الاحتفاظ دايما بالبطولات والريفينج بتاع افريقيا والريفينج هنا برضو في البطوله العربيه، والدوري العام صاحب الاهلي هو صاحب البطوله دي وما بيفرطش فيها، عوده كاس مصر تاني تخش له. اعتقد ان هو وجهازه الفني عندهم شيء من الهدوء والتعامل والخبره الكبيره قوي او القليله بيه، انا ما اعرفش هو استناده على قد ايه، بيطلع لي كل الحاجات الجميله دي منه، فانا بشكره وبنشكر الجهاز الفني على المسيره اللي هو فيها. طيب الاداء كمان، يمكن الاول كان في مكسب، الناس كانت تحفظها شويه على الاداء، الاداء بدا يعلى يا كابتن حماده. اكيد ما اعرفش تتفق معاه ولا تختلف، في مباراه حوريه والنهارده يمكن الاثنين اللي لعبوا في القلب كمان كان لهم دور كبير قوي، هشام وحسام عاشور. لا انا اقصد اللي وراهم كمان، ايمن وسليف كوليبالي. اه ما هو ده عمق الملعب، الاثنين الديفندر والاثنين المساكين دي مجموعه دفاعيه، يعني ما اقدرش اقول الاثنين دولت سليف وايمن، لا الحمايه اللي قدام القفله اللي قافلينها بشكل جيد جدا، التفاهم اللي بين الاربعه دول ده هم دولت اللي بتعتمد عليهم في الناحيه الدفاعيه بشكل كبير قوي. اوكي يعني مستحوذهم كمان يمكن بينقلوا الكره كويس، بناء الهجمه من تحت تطلع صح. يمكن اكمل بس حته من كابتن شريف موضوع مستر كارتيرون، ان هو يعني قدر يفهم يعني النادي الاهلي ايه بالظبط اللي انت تقدر تدير تحت الضغوط العاليه اللي بيتعرض عليها، يعني ده الفريق كبير كده دايما تلاقي في ضغوط جماهيريه اعلاميه بتمر بمشاكل كتيره اصابات ومشاكل عند لعيبه، وانت تقدر تدير ده، مش اي حد مش اي حد يقدر يعمل يا رب يكمل ان شاء الله على كده على طول. المتعه والنجاح للمدرب ان بيشتغل تحت ضغوط وينجح، اللي بيشتغل تحت ظروف معينه وينجح، هو بالنسبه له دي التحدي. لكن انا عندي لو فرقه فيها كل حاجه ومرتاح وما عنديش اي حاجه ولا اصابات وعندي وما كده كده هكسب، لكن لما بتمر بظروف معينه او مطبات معينه وتتعدى وبتعمل اداء ونتيجه وحاجات كتيره ونجاحاتك في البطولات كلها اللي انت داخلها، الاداء اللي موجود في الملعب ده حاجات مدرب، في حاجات نفسيه بتاعت مدرب، مش اللعيبه عندك كويسه، النادي الاهلي على طول عنده لعيبه كويسه على طول، بس مين يقدر يدير ومين يقدر يهيئ اللعيب لماتش زي دوت. انا فرحان جدا ان انت الماتش سهل جدا خلاص خلص الماتش، الشوط الثاني الجديه الموجوده دي بتعبر عن 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 مدرب بيقدر يوصل اللعيب للحاله دي، الحاله النفسيه التركيز العالي في اي وقت، ده قلنا فريق ضعيف. طب حوريه كان ماتش قوي جدا الشوط الثاني، انت ركبت الدنيا خالص بشكل كويس جدا، يمكن بدايته كانت صعبه شويه، ترجي كان صعب جدا وتقدر تركب وتبقى يعني انت في كل الظروف فريق ضعيف فريق قوي فريق متوسط، انت لا انت تركيزك وادائك واحد زي ما قلت يا كابتن، المستوى ابتدى يعلى، اللعيبه ابتدت تحفظ القصه، يعني ايه الكيمياء ركبت بشكل كويس جدا، التفاهم بين اللعيبه العلاقه اللي بين اللعيبه والمدرب، مستر كارتيرون بيعرف يعمل الدوافع القويه، بيعرف يستنفر اللعيبه في اوقات كتيره، في ماتشات اللي هي بتبقى زي كده ده محتاج انت كلام كتير واستنفار، في ماتشات تبقى قويه بتبقى انت يا دوبك بتلمس على حاجات معينه، دي موجوده عند مستر كارتيرون، واضحه من التعامل مع اللعيبه من الاداره الفنيه داخل وخارج الملعب، ده النجاح، ده النجاح اللي تقدر تحكم على المدرب في الاستمراريه بعد كده بشكل عام. سؤالي بعد اللي شفناه من مباراه حوريه الغيني وانت بتتكلم في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا وبتتكلم النهارده مع النجم اللبناني في لبنان، ايمن اشرف افضل بوزيشن ليه في الملعب سيرد باك. بيلعب يعني بيأدي فيها بشكل كويس جدا، يمكن انا اشرف انا اللي جبته من النادي الاهلي معايا سموحه طبعا انت اللي خناقه خناقه معاكم. لا انا كنت مشيت كان علاء عبد الصادق انا كنت مشيت كان الاهلي عنده اربعه باك ليفت، وايمن ما كانش بيلعب في التقسيمه اللي في التمرين كمان، وفي اربعه باك ليفت موجودين، كان شديد قناوي وايمن وسيد معوض وحسين تقريبا، حسين اخدته بعد ما مشيت، انا كنت مشيت. لا بس انا خدته اعرف الاول وبعد كده اشتريته. طب اسكت بقى اسكت بقى ليه؟ حسين مين؟ بس هو اجيب بلاش برضه جالكم بلاش. بقول لك احنا عايزين نضيف على الكلام ده ان الراجل جاب لنا سليف كلوبالي ده كمان عينه كويسه طبعا
ده حل لنا مشكله كبيره. ده حل مشكله كبيره عندنا. ده احنا كنا قاعدين نقول عايزين اتنين ديفندر فرق طبعا، ونجيب من المغرب ونجيب من تونس. الراجل ده جاب واحد، جابه يا كابتن شريف كمان ما خدش وقت في حته الانسجام، غريب قوي. دخله لعب مباراه وديه، كانت كلنا كنا خايفين يعني نجوم المستقبل، ولعب مباراه وديه توشيب على طول، ثاني يوم دخل على طول في التيم الاساسي ما شاء الله يعني. وده مش هتشوفوه بقى غير في ملعب الاهلي، ده اللعيبه وهي خارجه من الاستاد على طول رايحه الاوتيل يعني، فمش هتشوفوه غير في ملعب الاهلي بس. الحاجات اللي قدامكم دي كلها. اتفضل يا كابتن شريف، كنت بتقول حاجه. انا كمان كابتن اسامه كنت على سليف كولوبالي طبعا اضافه كبيره النهارده. كالترون عينيه كويسه، عينيه كويسه حتى في يعني في عنصر جديد يعني جابه النادي الاهلي، اضافه كبيره جدا في خط الدفاع. طبعا لو اتكلمنا على كالترون، هو عارف قيمه النادي الاهلي من اول يوم تم التفاوض معاه. هو جه عشان قيمه الاهلي، لا من تم التفاوض معاه كان عنده شرط جزائي مدرب. يعني نفسه يعمل حاجه وهو اللي عايز يجي، تفرق كتير جدا. هو معنا مدرب كبير في افريقيا ليه اسمه يعني، ولكن هو حابب المكان ده وعارف قيمته. الشرط الجزائي هو اللي اتحمله، هو اللي اتحمل الشرط الجزائي. يعني طبيعي النادي الاهلي هو بيتفاوض معاه وهو متعاقد مع نادي ان هو يدفع، النادي الاهلي يدفع شرط. لا هو طيب، كمصر مش كارترون بس اللي عارف قيمه الاهلي. خليني اوريك حاجه يا اسامه وتعلق لي عليها، او كلكم تعلقوا لي عليها النهارده. يعني مثلا علي حمام ده قائد او كابتن فرقه النجم، نعم الباك رايت بتاع النجم، النجم اللبناني، بيسالوه بعد الماتش فقال التصريحات في منتهى الجمال. قال الاهلي المصري فريق كبير وبدون ارتكاب اخطاء مننا امامه يعني قدر ان هو يفوز علينا، وكان يقدر يفوز في اي وقت. قال الاهلي كان قادر ان هو يحقق اكبر من النتيجه دي بكتير جدا النهارده لو كان عايز. قال ما حدش في الدنيا كلها او في العالم العربي تحديدا يتمنى ان هو يواجه النادي الاهلي. قال كمان الاهلي قادر على الفوز على اي فريق مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه. ده كلام علي حمام. الصفحه الرسميه للنجمه اللبناني نزلت كلام في منتهى الجمال مهم جدا برضو ان احنا نعرضه لحضراتكم وتديني تعليقك عليه. اتفضل يا سمير اعرضه بعد اذنك وانا هقراه لكم من هنا على طول. بص يا سيدي، الله يعطيهم العافيه للجميع، اوكي ده مستوانا. هم بيقول هيدا مستوانا وعم نلعب ضد فريق اقرب للفرق العالميه، احنا بنلعب قدام فريق بيوصفه الاهلي بعيد جدا جدا عن مستوانا. هو محدش يستحمل مسؤوليه شيء يعني. او انت قرب انت لبناني اساسا يعني، اتفضل بقى. ما حدا يحمل مسؤوليه شيء لحدا. الجماعه اجوا جديا ولعبوا ليربحوا يعني باكبر نتيجه ممكنه، اكثر نتيجه ممكنه. لعبوا جديه، كنا بنلعب ضد افضل فريق عربي بالتاريخ والافضل وافضل فريق افريقي بالتاريخ كمان. حلمنا شويه قبل الماتش، هم بيقولوا بقى ان احنا حلمنا، بيوصفوا نفسهم حلمنا شويه قبل الماتش فوقنا. بس هلا فوقنا وكان لنا الشرف نتفرج عليهم بالمستوى العالي ده بملعبنا. اللي بده يقول لعيبه ما بتلعب للكنزه، مش عارف يعني الكنزه اللي هي ايه، الكوره يعني اللي هي وهل حكي بلا طعم يشجع فريق، يشجع غير فريق فريقه. مبروك للاهلي وهارد لك النجمه، معاكم على الحلو والمره. ده كلامهم محترمين. طبعا بيوصفوا النادي الاهلي، يعني بيوصفوا مكانه النادي الاهلي. واحنا لما بنتكلم على الامور زي كده ما بنوصفش او ما بنقولش حاجه. تعالى يا سمير، لما بنوصف الكلام ده فاحنا بنتكلم على التاريخ والارقام، نتكلم على التاريخ والارقام اللي اتحققت او حتى المواقف اللي خاضها الاهلي وقدر ان هو يتفوق فيها. فبرضه بقول عشان ما تضيعش وقتك، ويمكن كلامنا يوم الاحد هيبقى كلام اقصر شويه يعني، لكن النهارده اللي يشكك في شخصيه الاهلي وطريقه تعامله مع الفرق قول له اتنقل على عينك واسكت. اتفضل يا كابتن اسامه. طبعا شفت النهارده بتوع النجم اللبناني رغم الخساره وبنتيجه كبيره بس بيتكلم كلام يقول لك النادي الاهلي بيشبه الفرق العالميه. النهارده النادي الاهلي مجرد يعني النهارده وجوده في لبنان عمل حاله كبيره. شفنا الاستاد النهارده فيه عدد كبير جدا، الناس راحت تستمتع بالنادي الاهلي، راحت تتفرج على مباراه حلوه طرف فيها النادي الاهلي. فالنادي الاهلي اصلا وجوده في البطوله العربيه بيضفي قوه للبطوله كبيره جدا. تخيل برضو وجوده في لبنان النهارده والعدد الكبير من الجماهير المنتظره تشوف النادي الاهلي. فكلام زي دوت طبعا يبين لك قيمه وتاريخ النادي الاهلي بالنسبه للاشقاء في لبنان يعني. وده يعني دور النادي الاهلي في كل الدول العربيه. النهارده اي مباراه طرف فيها النادي الاهلي بتشوف طبعا تواجد جماهيري كبير في اي دوله عربيه، سواء كانت لبنان او بعد كده ممكن تلاقي النادي الاهلي بيلعب في الكويت، بيلعب في السعوديه، بيلعب في اي مكان، هتلاقي فيه تواجد جماهيري كبير عشان الناس راح تشوف قيمه وتاريخ النادي الاهلي. طيب النهارده الاهلي تيكي تاكا ظهرت من جديد، شخصيه الاهلي والاستحواذ. وقبل ما اتكلم فيها
سؤال برضو للجهاز الفني للمنتخب، وليد سليمان هيروح منتخب امتى؟ يعني المطلوب من اللعيب ايه يا كابتن حماده، كابتن اسامه، كابتن شريف؟ انا اتكلمت بالاول خالص قبل كاس العالم، المطلوب من اللعيب ايه؟ متواجد في كاس العالم. اه كانت تتويج بادائه، مش يعني كان لازم ما يبصش للسن. وليد يمكن راح المنتخب مع مستر كوبر في فترات معينه، فقال لك لما بيلعبش بيتكلم بيعمل، لكن وليد لا، لعيب كبير. هو فرقه الاهلي كلها ما شاء الله احسن فرقه في مصر بتلعب كوره وبتقدم مستوى، ولعيبه ملتزمه يعني. حماده يقول لك وسام لعيبه ملتزمه في الملعب بالاداء وبكل الخططي وبالجهاز الفني والتعليمات غير الامكانيات الفرديه بتاعتهم. فليه انا كمدير فني للمنتخب ما كنتش عيني اول حاجه على هؤلاء اللاعبين اللي هم وليد اضافه كبيره؟ آه لا 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 يعني، وكمان انت مش مطالب من اللعيب ايا كان سنه بقى يعني. كان في ناس قالت ان انا بقول انت طالما قادر يعني، عندك 30 عندك 31 عندك 32، انا ما عنديش مشكله خالص، بس هي ممكن يبقى في فكر الحضري لعب عنده 45 الحضري 45 سنه. هل الكلام ده مقنع طالما انت قادر؟ لا اتكل على الله. لا بس المنتخب في المنتخب، منتخب مصر انت مطالب برضو بمكسب على طول، مش مطالب انت تبني فريق لمده 4 سنين، لا انت بتبني وانت بتبني معاك الخبرات يعني. شاور لي يا حماده على البديل كمان يعني، مش شايف مين احسن في هو يعني. هو في الراجل مش شايف يعني، هبتدي يعني بيعمل احلال وبدات احلال في الماتش اللي فات عشان انا معرفش الراجل ده جاي تاني ولا مش جاي لكن تاني. لو ماتش قوي كان هيستعين باحمد فتحي ويستعين بوليد، هيستعين بناس كتير حرام اللي ظهروا في الدوري بشكل كويس. ولكن هي الفتره الجايه بتاعه المنتخب حلوه، حلوه ان انت تبني فيها، ولكن مع البناء انت مطالب تكسب بالعناصر اللي تقدر توصلك الخطوه اللي بعد كده، توصلك بمين؟ باحمد فتحي، بوليد، يعني تدخلك للمراحل بعد كده عشان اللعيبه الجديده تعرف تشتغل بشكل كويس جدا في وجود العناصر الخبره. طيب عشان ما عندناش الحقوق طبعا بتاعت المباراه النهارده، الاهلي لعب تيكي تاكا نموذج، عدد تمريرات يمكن من الدقيقه 44 في الشوط الاول لحد الدقيقه 46 محتفظ بالكوره، لمسات وصلت لحوالي 38 39. ما عندناش الحقوق بس عندنا لقطات قريبه جدا جدا او شبهها بالظبط حصلت في الدوري المصري. علينا يا سمير، اللي ما شافش اللقاء النهارده او ما شافش يفتكر هو ده اللي حصل بالظبط، اللي حصل في النجمه اللبناني هو نفس اللي حصل ده بالظبط. خلي بالك مع اختلاف الملعب كمان وقوه المنافس. قوه المنافس. خلي بالك النهارده الحكم في نهايه الشوط زي ما انت بتتكلم يا كابتن سيد، كانت في الدقيقه حوالي 43 والاهلي فضل مستحوذ ويدور الكوره من اليمين للشمال، لما الحكم نفسه في الاخر زهق راح مصفر بنهايه الشوط الاولاني. وقلنا نكمل لعد الشوط الثاني. كان قاعد يعدلنا. انت عديت حاجه 40؟ انت عديت حاجه، عديت عدد كبير جدا من التمريرات. فاللي ما شافش اللقاء النهارده نفس تقريبا عدد التمريرات بنفس الطريقه. الكره دي انا فاكرها، الكره دي هتنتهي كانت هتيجي جول. الكره دي لا صدق او لا تصدق. دي كانت مره، الثانيه برضو كانت في السوبر. اللي حصل النهارده في النجمه اللبناني هو نفس اللي حصل في المباراتين دول. بقولنا ده اللي بيميز النادي الاهلي، حته الاستحواذ، انك دايما تستحوذ والكوره تبقى في رجلك، تقعد تدور الكوره يمين وشمال، امكانيات. هو ده اللي بيخلق الفرص. خلي بالك عشان تقدر يعني تلاقي الاستحواذ ده لازم دايما اللعيبه تتحرك، يعني ما ينفعش تبقى دايما في حاله ثبات عشان تستحوذ على الكوره، لازم تلاقي في حركه مستمره وتغيير اماكن عشان تقدر الكوره تفضل في رجليك كده بالدقيقتين والثلاث دقايق. طيب كمل بقى لحد ما تخلص. كده كده مش وعدنا كده مش هتخلص. هي مش هتخلص. لا هتخلص. بيعجبني اهلاويتكم قوي يعني، بتحبوا مش هتخلص الكوره. والحقيقه ايه غير مطر؟ لا
الجيم ده عايز مزيكا، ينزل عليها حته مزيكا واللعيبه بالباص كده. هي نازله عليه بس مش واصله لنا. انت بتلاقي خلي بالك برشلونه هي الفرقه الوحيده اللي في العالم ممكن تعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، انها عندها المقدره انها الكره ممكن تقعد بثلاث اربع دقائق واستحواذ ونقل. اوكي. لو المباراه ما نزلتش على اليوتيوب ولو انت ما لحقتهاش كان عندك شغل ولا حاجه ولا راي المرحوم محمود بكر الله يرحمه كنت بتشرب شاي ولا ما كنتش موجود في البيت، اتفرج على ملعب الاهلي والاستوديو التحليل الاهلي وشوف اللقطتين دول، هم ما بيعدوش كتير، هم تقريبا نفس اللي حصل في اللقطتين دول تقريبا هو سيطره الاهلي على مجريات اللقاء 90 دقيقه بقى كامله. كابتن حماده، كابتن شريف، كابتن اسامه، انا بختم خلاص بس عايز اعرف رايكم في محمد شريف. محمد شريف النهارده بينزل كمان مسجل الهدف الثاني بشماله، مش مساله ان هو بيسجل هدف في اول لمسه وخلاص يا كابتن حماده، ده واحد هادي جدا على الكوره. صلاح مصر عملها له حلو قوي لكن هادي جدا جدا، ما كانش متسرع ولا متهور ولا حاجه، حطها بشكل كويس. يمكن انا كلمتك على ولادك هو. طبعا كلمتك على محمد شريف قبل المباراه، قلت لك محمد شريف متواجد يمكن كل وقت بياخده مع النادي الاهلي في الدوري او في اي وقت او بطوله عربيه ليه تواجد. لو نزل خمس دقايق بتحس بمحمد شريف بيسجل، يعني في ماتش الاسماعيلي كان نزل برضو بديل في الاخر وسجل. صحيح. خطوره، بيعمل خطوره دايما، بيشتغل يمين وشمال، عنده حلول كتيره. ان شاء الله ياخد الفرصه اكتر، يمكن هو مش مقيد افريقيا فعشان كده يمكن هو بعد شويه بعد شويه، ولكن يعني برضو ما عندوش احباط. لا نزل يعني صحيح في اي وقت بتلاقيه، يعني ما عندكش مشكله خالص لما بيتواجد مع التيم. النهارده جاب هدف وضيع هدف يعني على طول، يعني اللمسه الاولى هدف، اللمسه الثانيه مضيع انفراد. فطبعا شريف من اللعيبه كويسه جدا يعني. اتفضل يا كابتن اسامه. اخر حاجه كابتن سيد، يعني نبارك طبعا للنادي الاهلي وعلى الاداء والفوز النهارده، لكن بكره ان شاء الله كلنا عايزين نبارك لبعض على الجمعيه العموميه ان شاء الله اللي هتبقى غير عاديه بكره ان شاء الله في النادي الاهلي الجزيره من الساعه 9 للساعه 7. يعني ان شاء الله يكون في عدد كبير يتجاوز ال 30,000، وان شاء الله يعني زي ما فريق الكره بتاع النادي الاهلي ولاعيبتنا بيمتعونا وبيكتبوا دايما تاريخ جديد في كل مباراه، بكره ان شاء الله الجمعيه العموميه للنادي الاهلي تكتب تاريخ جديد للنادي الاهلي بالتصويت على دستور النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن شريف مبروك، ومبروك الاداء، مبروك الروح الحلوه دي. ان شاء الله بكره بدري بدري بقى هنفطر كلنا في النادي الاهلي ونضحك مع بعض ونهيص مع بعض ونشوف بعض، والناس اللي احنا اعضاء اصحابنا اللي مبقناش بقالنا كتير مفيش فرصه ان احنا نشوفها، فهنشوفها باذن الله بكره، ونقول كلمتنا لنادينا الحبيب، نبقى اصحاب قرار نفسنا، محدش هيملى علينا احنا نعمل ايه، احنا نادي الاهلي ان شاء الله الرحمن. احنا كلنا هنبقى موجودين من بدري ان شاء الله الرحمن بكره، بس بلاش الاكل الهندي بقى. الاكل سبايسي، انت ما بتحبش السبايسي؟ لا مش هجيب لك هندي الصبح اكيد يعني. ولعتلي بقي. انا بكره هجيب لك فرنساوي ان شاء الله. ولعتلي بقي. دلع شريف دلع. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي الصعود لدور ال 16 في كاس زايد للانديه الابطال، وان شاء الله الرحمن على خير باذن الله. الاهلي بيقفل صفحه البطوله العربيه وكاس زايد للانديه الابطال وبيخش تحضير المباراه وفاق الصيف باذن الله اللي هتبقى يوم اثنين يوم الثلاث اللي جاي. طاقم تحكيم تونسي اثيوبي هيدير اللقاء الاول، واللقاء الثاني هيديره طاقم تحكيم من جنوب افريقيا جوميز، وده احسن حكم من وجهه نظري الشخصيه، احسن حكم في القاره الافريقيه على الاطلاق على الاطلاق، هو اللي هيقود اللقاء العوده اللي هيبقى مع وفاق الصيف في الجزائر. الف الف مبروك للنادي الاهلي وكل اعضاء الجمعيه العموميه ان شاء الله الرحمن، نتقابل بكره باذن الله على خير. ما تمشوش بعيد عن قناه الاهلي، بعد شويه هيبقى موجود كابتن عدل القيع والاستاذ ابراهيم المنيسي وحلقه جديده من الملك وكتنا. تصبحوا على خير ونتقابل يوم الاحد، ما تنسوش في حلقه في منتهى الاهميه باذن الله الساعه 11 يوم الاحد.